بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الركن الجديد معكم، وهو ركن نفحات إيمانية اللي راح تكون إن شاء الله عز وجل كل أسبوع نطرح فيها بعض الأفكار، بعض القيم الإيمانية والأخلاقية التي تتعلق بأنفسنا، تتعلق بواقعنا، وتتعلق بواقع بلدتنا التي نحيا فيها، مدينة زيغود يوسف. احنا في خلال هذا الأسبوع رانا في رحاب عاشوراء، هذا اليوم العظيم اللي نجى فيه الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى عليه السلام وأهلك عدوه فرعون، واللي يتبين فيه للبشرية كلها بأن يعني الظلم ما يقدرش يقعد دائما، وأن العاقبة دائما للمتقين. الفكرة اللي حاب نطرحها في الحلقة نتاع اليوم تتعلق بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بعاشوراء. لما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر للمدينة المنورة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم علاش تصوموا يوم عاشوراء؟ فقالوا إنه يوم عظيم نجى الله تعالى فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر المسلمين بصيامه. فلما أمر المسلم بصيامه قال الصحابة رضي الله عنهم قالوا له يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود وتصومه، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لئن عشت إلى قابل، كن يعيشني ربي العام المقبل، لأصومن التاسع حتى يخالف بذلك اليهود. العبرة التي نأخذها وهو أن الصحابة رضي الله عنهم نشأوا وتكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يرفضون التبعية لليهود وللنصارى، يرفضون أن يقتدوا باليهود والنصارى حتى في العبادة، حتى في العبادة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك واعترف بهذا السلوك الأصيل المتأصل في نفوس المسلمين، وهو عدم متابعة اليهود والنصارى فيما يقومون به. فقال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مخالفة لليهود. السؤال اللي نطرحه على نفسنا إخواني الكرام الآن، ونحن نشوفه في المجتمع نتاعنا، هذه التبعية الرهيبة للغرب، هذه التبعية في التقاليد حتى في العادات، وربما في أمور هي في الحقيقة عظيمة كما قال ربي سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب تبعتموهم، يعني حتى ولو يدخلوا الجحر بتاع الضب، الضب اللي هو كما نسميه احنا بوريون، الضب يتبعونهم. واختار الضب الجحر بتاع الضب لأنه كان ضيقا، لأنه ضيق. فهذا الاتباع والتبعية ما قدرناش احنا في العصر نتاعنا أننا نتحلو بما تحلى به الصحابة قديما، فاحنا قاعدين نقلدوا في الغرب. السؤال الذي أطرحه، الواحد فينا ما قدرش يجاهد نفسه وما قدرش يكون كما كانوا الصحابة رضي الله عنهم؟ يقدر واحد يلبس مثلا لباس يدل على عقيدة مكفرة، يدل على عقيدة مكفرة، يلبس لباس فيه صليب، ما قدرش يجاهد نفسه فلا يتبع الغرب في لباس يدل على عقيدة مكفرة، وربما يأتي به إلى المسجد ويصلي، ويصلي بهذا الصليب في صدره. هذه ملاحظة يعني نعرف بها قدر القيمة الحقيقية لهذه القيم الأخلاقية في نفوسنا. وأترك لكم بعد ذلك التعليق والمقارنة بين موقف الصحابة رضي الله عنهم وهم شباب وبين شباب اليوم. أين أنتم من عاشوراء ومن سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يريدون اتباع اليهود والنصارى؟ شكرا، ونلتقي إن شاء الله تعالى مع نفحة إيمانية أخرى في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.